يبدأ كين استعراضه هذا بمصارعة تمساح ضخم جدا خارج الماء. سيضع رأسه داخل فم التمساح. الفكان مفتوحان والرأس في الداخل. يطبق الفكان على رأس كيني وكأنه في قبضة الموت. مدرب آخر يحاول إنقاذه لكن التمساح يرفض. التمساح الفتاك يغرز أسنانه الحادة في جمجمة كيني. احضر العصا. مدربون آخرون يندفعون لمحاولة فتح فم التمساح لكن العصا الخفية بلا فائدة مقابل آلاف الأرطال التي تضغط على رأس كيني. تذوق التمساح طعم الدم ولن يتخلى عن كيني. يتمكن المدربون من فتح الفكين القويين أخيرا مانحين بذلك فرصة الهرب لكيني. يسحب رأسه ويترنح بعيدا بينما يخضع الرجال الحيوان الغاضب.